شبہ قدر میں پڑھی جانے والی زیارت امام حسین کی تلاوت کی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ ابن رسول اللہ السلام علیکہ ابن امیر المؤمنین السلام علیکہ ابن صدیقت الطاہرہ فاطمہ سیدتی نساء العالمین السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على العذاب في جنبه محتسبا حتى تاك اليقين أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملؤونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الاليم اتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لاوليائك معاديا لاعدائك مستبصرا بالهدى الذي انت عليه عارفا بذلاله من خالفك فاشفع لي عند ربك السلام عليك يا حجه الله في ارضه وسمائه صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمه الله وبركاته زياره الشهزاده علي اكبر <applause> السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وزعف عليهم العذاب الأليم زيارة تمام شهداء كربلاء السلام عليكم أيها الصديقون السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على العذاب في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين. وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم زيارة <صخصفيق> حضرة أبا السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجهيم جرت إمام علي بن موسى الرضا السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان بالحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. زيارة امام صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ